اوكي، مرحبا معكم استاذ راني احمد. هذا الدرس 12 من دروس البرمجه بلغه سي بلس بلس. بهذا الدرس رح نحكي عن شيء بسموه الفاريبل سكوب. هلا بيناتنا هذه الشغله موجوده بكل لغات البرمجه. اوكي، الفاريبل سكوب معناها انه نطاق عمل المتغيرات. اوكي، يعني المطرحه اللي معرف فيها المتغير كيف اي فانكشن او اي مطرحه من الكود بقدر نادي عليه وبقدر اجيبه واستحضر المعلومه اللي فيه. تمام، هلا لاحظوا هون، خلينا بس نصغر الفونت شوي عشان تبين. اوكي، يعني انا بس خلينا نضوي لكم على المنطقه اللي انا بدي اياها. هي المنطقه الاساسيه عندي كويس، وفي تحت هذا الكود كله، شايفين كيف؟ طيب هاي المنطقه قاعد عم حط فيها متغيرات مثل ما شفتوا باول كم دقيقه كويس. ف هلا لما بجي انا بضوي على هاي المنطقه، هذه الفانكشن، تمام، هذا البادي او الجسم او فقره الفانكشن كويس، اسمه معي هذا الحكي هيك. وبعدين في عندنا الانتجر مين كويس، هذا فانكشن لحال له نطاقه. طيب هلا هدول الجلوبال فاريبلز مضوي عليه هون الثلاثه هدول، اوكي، هون تقدر تجيبهم من وين مكان في الكود. ليش؟ لانه هدول خارج الفانكشنز كويس، اللي قاعدين برا 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 على الاخر كويس، هول فاريبلز فيك تطالهم كيف مكان باسمهم، ما ضروري ترد تعرفهم من اول جديد كويس. مثل ما شايفين هون عندنا بهالسطر، هلا كبر الفونت، اوكي، شايف كيف مكتوب هون سي اوت. انا حطيت انه يكتب جمله جلوبال فار امبلوي تايب انبوت كويس، يطبع الامبلوي تايب انبوت. تمام، فاذا هذا الفاريبل وكمان الكرنت سالاري انبوت والابديتد سالاري كلهم هول صار فيني اجيبهم وين مكان. اوكي، هذا بيعني انه اذا شي فانكشن تاني غير الريس سالري انكتب وحط وحاول يلعب باحد من هدول ثلاثه كويس، اود ما يكون في فاريبلز على شكلتهم قاعدين كجلوبال كعامين ك مستوى عالمي بالنسبه للكود، مش عالمي يعني بالنسبه للدول، لا انا بحكي عن عالم الكود نفسه، اطار الصفحه كلها بس. اوكي، معناها انه اي فانكشن تاني غير الريس سالري في صار فيه يقدر يستعمل هذا الفاريبل ويحدث عليه، فالريس سالري كمان بتتاثر فيه. اوكي، صار بحساب كانه متغير مشترك، اوكي، لكل البرنامج. تمام، هلا الفانكشن كمان لاحظوا هون عنده فاريبل هون داخلي معرف. تمام، هذا داخلي وبضل داخلي، يعني لوكال محلي، بمعنى انه هذا الفاريبل مجرد ما اطلع من الفقره تبع الريس سالري كويس بصير عندي شو موت لهذا الفاريبل، خلص بيخلع هو الفاريبل، هو الفانكشن ريس سالري ما عاد له قيمه، بينمحى. شو اللي بصير بالذاكره فعليا؟ انه انا بتصير، خلينا نتخيل انه هي سلسله، فبصير بالاول كانوا عم بعمل، انا خلينا نحط هيك كومنت بس عشان ما اخبصش بالكود، فانا اعتبره الاسهم هاي عم بندخل هلا هيك داتا. اوكي، بيجي انا بالكود يعني هيك بكون ايش عملت، رفعت الفانكشن حطيته بالذاكره. تمام، لما نخلص الفانكشن يوصل لسطر الريتيرن، اوكي، اي جمله ريتيرن بروح شو عامل، قابع حاله من الذاكره. اوكي، والذاكره بتتقلص كويس، طبعا انت مش عم بحكي عن الهاردوير كذاكره، الذاكره المخصصه للبرنامج بتتقلص كويس، طبعا هي بتكبر وبتصغر عند حجم البرنامج، ولكن الذاكره بتنقص كويس اللي استعملها من اول مره. اوكي، فهيك الفانكشن كل ما تنادي عليه بروح معليه في الذاكره، وبس ما عادش بدك اياه بروح شايله من الذاكره. تمام، ككود يعني، لانه كل شيء بتعمله بالكمبيوتر بده ذاكره، بده يطلع على ال على الذاكره. اوكي، طيب اذا هذا اللي هون بنسميه local variable اللي هيك، وهذا من هدول بنسميه هون global variables. طيب هلا هدول بنسميهم بالانجليزي parameters، هدول اللي هون جوا بين القوسين بنسميهم شو، parameters، وهي هون بنسميها الريتيرن فاليو، قيمة الترجيع. تمام، فهدول كمان
بيموتوا مع موت الفانكشن، هدول بضلهم داخل الفانكشن، تمام؟ فإذا لما أنا بستعمل الفانكشن عالم بستعمل البارامترز هدول، وبستعمل لما بدي كم لوكال فاريبل من هدول كويس، وفيني استعمل الجلوبال فاريبل كل واحد تأثيره بالمكان اللي هو فيه، تمام؟ وهذا كل شيء عن هذا الدرس. لسه بعد في عندي بدنا نحكي عن البارامترز تبعون الفانكشنز، كمان إلى نوع من اللعبة بنلعب عليهم، اوكي؟ وبعدين بس كل بدكم اياه، كل بدكم تعملوه هلا عفوا، انه تكبسوا على زرار الدعاية وزرار اللايك وزرار الاشهار وكل شيء، انه ازرار المفروض تكبسوها، والسبسكرايب اهم شيء عشان تتابعوا كل الدروس الجديدة اللي جاي مني، وشكرا.